هذا مصطفى، فاكره؟ أنا كنت موجود يوم جالنا حضرتك. هو كان طالب يقابل سيادة الوزير لكن ما كانش ممكن يدخله. ليه بقى ما كانش ممكن؟ أولاً لازم نعرف الموضوع، وبعدين نعرضه على معالي الوزير، ومعالي هو اللي يوافق أو لأ. طب أنت شايف إن ورق زي ده مش سبب كافي إنه يقابل سيادة الوزير؟ هو وراه لنا وكان مصر يوريه لسيادة الوزير، لكن ده كمان ما كانش ينفع. يا باشا، الورق ده والبيانات دي موجودة على النت ومتاحة لكل الناس، ممكن أي حد ينزلها. المهم إن يحللها صح ويربطها بعندنا، وده محتاج دراسة علمية بجد. مش أي حد يجيب لنا شوية ورق زي دول ويقول إن اكتشف اكتشاف خطير. وأنت شايف إن آدم كان أي حد؟ سوري، أنا ما أقصدش، لكن اللي أقصده إنه لما جالنا قعدنا نقنعه بمنتهى الهدوء إن الورق ده مش مهم، لكن هو أصر وفضل يزعق ويهلل ويتهمنا إن إحنا بنمنعه نتسطر على قضية فساد كبيرة، لحد ما اضطرينا نطلب له الأمن. تمام، متشكر. أنا كان بودي أفيد حضرتك، لكن إحنا ملناش علاقة خالص بموضوع آدم ده. هنشوف. ماشي، معلش انزلي بس اركبي اوبر كده، واول ما تركبي وتوصلي طمنيني على طول. ها، يلا خد بالك من نفسك. طب يلا، سلام. سلام. تربي، صباح الفل. صباح الخير يا محمد. هو ده الاوتيل؟ شكله هو، وحاسه كده شمال مش تمام يعني. تعالى. كان بيجي؟ ايوه، بيجي فتره ويرجع. كان بيقعد قد ايه؟ لا، ليله مش اكتر. لينا واحدة؟ كان بيجي لوحده؟ لا، هو نازلين براحته حضرتك طالما مدينا بطاقته، بس متهيألي كانت بتيجي المدام معايا. هي دي المدام؟ يعني مش قادر احدد اصلها، كانت بتلبس نظارة كبيرة، بس كنا بناخد البطاقة وبنسجل كل البيانات. ممكن اطلعها لحضرتك؟ طلع لي البيانات واطلب لي روم سيرفيس. حاضر. يعني كان بيجي هنا؟ ايوه، كان بيجي هو ومراته هنا. هي دي مراته؟ لا، التانية كانت بيضة وكيرفي شوية. كيرفي؟ شفت دي قبل كده؟ لا، أول مرة أشوفها. عبد الرحمن، دي القائمة بقسم الناس اللي كانوا بيزوروا آدم في عيادته. ها؟ أنا اتعرفت كل حاجة عنهم، كل تفاصيلهم، بس بسرعة عبد الرحمن والنبي. أمر طريبي أوش. إيه تاني؟ إيه تاني؟ العربية فين الفضل كانت بتراقب آدم؟ العربية دي بتشتغل أكتر في الوزارات والسفارات والحاجات دي، مفيش أي أخبار عنها. عرفنا يا فندم إن هي متبلغ عن سرقتها بس ما لقيناهاش. ما شاء الله، طب مبروك. جاري عبد الرحمن، أخبارني ما أعرفهاش أول بأول ليه؟ أنا مش فاهم. أنا آسف يا طريبي، أنا كنت أقول لحضرتك، بس إحنا بنعمل ألف حاجة في نفس الوقت. والله أنا آسف.